السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لبس عليكم، نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو، ويلقاكم ان شاء الله في تمام الصحة والعافية. الا كنتوا اول مرة كتشوفوا القناة ديالي، مرحبا بكم، معكم زينب من قناة صحة جمال تدبير مع زينة. نتمنى ان الفيديوهات ديالي تكون كتنال اعجابكم، ونتمنى انكم تكونوا كتستافدوا منها. الى عجبكم المحتوى ديال القناة ما تنسوش الضغط على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا كذلك باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم الزوينه في خانه التعليقات، وكذلك بارطاجيو مع اصحابكم وحبابكم باش تعم الفائده. كيف ما شفتوا في العنوان ديال الفيديو، اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لاسوب او واحد شوربه بارده منعشه في هذا الصيف هذا، وكذلك صحي وكتساعد على انقاص الوزن وحرق الدهون. بالنسبه للناس اللي كيتبعوا حميات غذائيه لانقاص الوزن، فهاد الشوربه هذه مفيده لهم جدا، فهي كتعطي او كتمد الجسم بالطاقه، وكذلك تساعد على حرق الدهون لان المكونات ديالها كلها عباره على خضر طبيعيه. كيف ما كتشوفوا هنا، غادي نحتاجوا مطيشه، فلفله، الخيار، البصله، حبه ديال الثوم، وكذلك يمكن لكم تضيفوا اي مكون اخر بحال لي زيبيناغ، الخص، اي حاجه متوفره عندكم ممكن انكم ديروها في هذه العصوب هذه باش تعطيكم الطاقه، وكذلك الالياف النباتيه اللي غادي تساعد الجسم ديالكم على حرق الدهون، وكتنظم كذلك المستوى ديال ضغط الدم. وبالنسبه للناس اللي كيعانيوا من مرض السكري، فهاد الوصفه هذه مفيده لهم بزاف انهم يدخلوها في النظام الغذائي ديالهم، بغض النظر واش متبعين حميه غذائيه لانقاص الوزن ولا لا. اول حاجه كناخذوا الخضر ديالنا كنقيوها، مطيشه، كنحاولوا اننا نحتفظوا بالقشره ديالها، وكذلك جميع المكونات، غير انا غادي ننقي الخيار، غير هي يفضل انكم تخليوا جميع المكونات بالقشره ديالها. كيف ما معروف ان القشره ديال الخضر كتحتوي على مجموعه من الالياف الغذائيه الغنيه والمهمه جدا لصحه الجسم. من بعد ما كنت نزلت الفيديو ديال الوصفه لعلاج فقر الدم، وكذلك اللي كتزيد في الوزن، وصلوني بزاف ديال التعاليق خصوصا في تيك توك والانستغرام على وصفات لانقاص الوزن. فيت لي حطيت واحد الفيديو شحال هذا تقريبا مده طويله هذه على ديتوكس لتنقية الجسم، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. بالنسبة للناس اللي بغاو يتبعوا حمية غذائية او لو بغاو ينقصوا الوزن ديالهم بطريقة صحية، غادي تتبعوا النصائح اللي حطيت في هذاك الفيديو، وكذلك هاد الوصفة هذه تدخل ضمن النظام الغذائي ديالكم. ومازال ان شاء الله غادي نقدم لكم فيديوهات اخرين على الطريقة اللي كندير انا او اللي كنعتمد انا في انقاص الوزن خصوصا بعد الولادة. وبطبيعة الحال فالوزن الى بغيتوه ينقص بطريقة صحية، ضروري انكم تبعوا واحد شوية ديال الرياضة على الاقل. يعني انت الناس اللي ما عندهمش الوقت او لا، خصوصا دابا لي صال كاع سادين، اقل حاجة ديروها تمشاو مدة ديال ساعة في اليوم اقل حاجة. وكذلك كاين بزاف ديال لي زابليكاسيون يعني اللي كاينين في، يمكن لكم انكم تحملوهم من بلاي ستور، كاين فيهم بزاف ديال الحركات الرياضيه اللي تقدروا ديرهم في المنزل ديالكم، وكتبعوا في هذيك لابليكاسيون بحال شكل ديال ان كوتش اولا ديال مونيتور يعني اللي كيعلمكم، كتبعوا هذوك الحركات، فهم مهمين جدا لصحه الجسم. يعني يكذب عليكم شي واحد يقول لكم في الماكله بوحدها غادي تنقص لكم الوزن اولا الرياضه بوحدها. الا بغيتوا وزن مثالي، ماشي نقولوا مثالي 100%، ولكن الوزن اللي غادي ترضاو عليه نتوما او الجسم اللي غادي ترضاو عليه نتوما، فضروري من انكم تبعوا نظام غذائي صحي زائد رياضه، ضروري من رياضه، حيت الرياضه راه ما غاديش يمكن ليا نشرح لكم عليها بزاف حيت ماشي الدومين ديالي، ولكن انا من التجربه ديالي الخاصه فهي كتساعد بزاف بزاف انقاص الوزن، وكذلك في الحفاظ على الصحه ديال الجسم، يعني كتوقيك من بزاف ديال الامراض. الا جيتو غير تشوفوا دابا الامراض اللي كيتصابوا بها الناس اللي كيمارسوا الرياضه مع مقارنه مع الامراض اللي كيتصابوا بها الناس اللي يعني ما كيمارسوش الرياضه نهائيا، فهي راه واحد النسبه قليله، خصوصا المرض السكري، مرض ضغط الدم، الكوليسترول، بزاف بزاف ديال الامراض كيتصابوا بها الناس اللي ما كيمارسوش الرياضه لهذا السبب هذا. يعني الجسم ديالهم كيستقبل بزاف ديال الدهنيات، بزاف ديال لي كالوري، وما كيحرقش، ما كيحرق حتى شي حاجه، كيبقى داكشي كيتخزن في الجسم حتى كيؤدي الامراض. فنصيحتي لكم الا بغيتوا جسم
يعني مثالي اللي كتحلموا بيه خاص ضروري رياضة أكل صحي. يعني ملي كنقولوا أكل صحي ماشي تحرموا روسكم من الماكلة، يعني ما نحرمش راسي من الماكلة، غير هي ننظمها، ما ناكلش اي حاجه جات قدامي، نقص من لي بات، نقص من النشويات، نشوف ناخذ مثلا واحد القياس من النشويات في اليوم اللي غادي يكفي الجسم ديالي، وفي نفس الوقت يعني نلبي او لا ناكل حاجه اللي انا تشهيت، وما نضرش الصحه ديالي، ما نعطيش الجسم ديالي شي حاجه اللي ما يقدرش انه يهضمها، نتسبب في مشاكل في الامعاء، في المعده، في بزاف ديال الحوايج. نحاول انني ندير بدائل صحيه، مثلا ندير بيتزا بالخضر، عوض فاش انا ندير بيتزا فقط ب يعني بالطون ولا بالكفته ولا شي حاجه، يعني نحاول انني نعوض. حتى الا تشهيت مثلا غراتان في الفران، نحاول انني نعمرها بالخضره، عوض فاش ندير بزاف ديال لي بات وشويه ديال الخضره، ندير بزاف ديال الخضره وشويه ديال لي بات، ونحاول انني ناكل حاجه اللي انا بغيت وفي نفس الوقت تكون صحيه. الى رديتوا البال في الفيديوهات ديالي، كنحاول دائما انني ندخل الخضر في ضمن النظام الغذائي، كنحاول انني دائما ندير بدائل صحيه، وكنحاول انني نبارطاجي معكم الماكسيموم. ما كنبارطاجيش معكم جميع الوصفات اللي كندير على حسب الوقت اللي ما عنديش، ولكن كنحاول الماكسيموم ديال الوصفات اللي يكونوا ساهلين وبساط ومتوفرين يعني المكونات ديالهم في كل بيت، كنحاول انني نشاركهم معكم باش كلشي يستافد. كما قلت لكم يمكن لكم انكم تضيفوا اي خضر متوفره عندكم في البيت اللي تقدر يجي المذاق ديالها مناسب مع هاد المكونات الاخرين، بحال لي زيبيناغ، الخس، حتى هما كيجيو زوينين في هاد الوصفه. وبهاد الوصفه يعني ممتازه جدا للناس اللي كيعانيو من الامساك، يعني الناس اللي كيعانيو من الامساك ومن اكثر ناس معرضين لفقر الدم ونقص الفيتامينات في الجسم، لان هذاك الامساك كيمنع الجسم انه يمتص هذوك الفيتامينات والمعادن. فهاد الوصفه هذه مع المداومه، خصوصا الناس اللي كيعانيو من الامساك الحاد، انا كنصحهم انهم يتبعوها يوميا، يعني بشكل يومي، حتى تحيد منهم او يحيد منهم هذاك المشكل ديال الامساك. ما خسرتي حتى شي حاجه، تفيق الصباح جوج مطيشات، نص حبه ديال الفلفل، نص خياره، شويه ديال الخس، اللحم في الطحانه، طحنهم مزيان ونشربهم بحال شكل ديال العصير بشكل يومي، اكيد ان المشكل ديال الامساك غادي تخلصوا منه بصفه نهائيه وعن تجربه. هاد الوصفه هذه مشبعه جدا، يمكن لكم انكم تستعملوها او تاخذوها في وجبه الافطار، زائد بيضه مسلوقه ولا جوج بيضات مسلوقين وشي طريف صغير ديال الخبز في فرماج، ويمكن لكم كذلك تاخذوه في الكوتي. يعني وصفه متكامله جدا ومشبعة. نتمنى ان هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، و الى عجبكم هذا النوع من الفيديوهات خليوا لي في التعاليق ديالكم، نبقى نبارطاجي معكم النظام اللي كنستعمل انا او اللي كنتبع انا لانقاص الوزن. وما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم باش تعم الفائده، وخليوا لي اللايكات ديالكم، و الى كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه نزلوا دابا ضغطوا على الزر الاحمر وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات اللي كنحط في القناه. والسلام عليكم، دابا نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة. السلام عليكم.